بسم الله الرحمن الرحيم. الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات مساق الوظيفة العامة. كما تعرفون تحدثنا في المحاضرة السابقة عن تقييم أداء الموظف العام، وعرفنا تقييم أداء الموظف العام، ومن ثم حددنا الجهة المختصة بإعداد التقرير والمعايير التي على أساسها يتم إعداد تقييم أداء الموظف العام. اليوم إن شاء الله نكمل في هذا الموضوع ونتناول جزئية تظلم الموظف العام من تقرير الكفاية أو الأداء. شو هي الأحكام العامة للتظلم الإداري؟ هل يحق للموظف بعد صدور تقرير الأداء تقييمه كتقييم لهذا الموظف أن يتظلم أمام الجهة الإدارية، أم يمكن له أن يتجه ويطعن به أمام القضاء مباشرة؟ تعالوا بدأ في البداية لنتعرف على مفهوم التظلم الإداري. عرف جانب من الفقه اللي هو التظلم الإداري بأنه لجوء صاحب الشأن إلى الإدارة شاكيا من قرار إداري يعتقد أنه معيب ويطلب إلغاءه جزئيا أو كليا. يعني باختصار، صاحب اللي صدر بحقه تقرير الكفاية أو التقييم الأداء بيتجه بالشكوى إلى الإدارة طالبا منها تعديل القرار أو إلغاءه بشكل كلي، وهو يكون لديه اعتقاد بأنه يمكن للإدارة أن تستجيب، أو أن هذا القرار أو التقرير الصادر بحقه هو تقرير معيب. طيب، شو الهدف من التظلم الإداري؟ ليش المشرع الفلسطيني أقر التظلم الإداري؟ إيش الأهداف اللي يسعى المشرع الفلسطيني لتحقيقها من وراء ذلك؟ أول هذه الأهداف إتاحة الفرصة للأفراد ليتظلموا إلى الجهة الإدارية قبل التوجه للقضاء الإداري لحماية حقوقهم ومصالحهم. يعني في البداية قبل ما أنت تروح تتجه إلى القضاء فأمامك الجهة الإدارية، تظلم، ممكن للجهة الإدارية أن تتراجع أو أن تكتشف بأن هناك خلل أدى إلى صدور هذا التقرير بشكل معيب. أيضا من الأهداف اللي هو الهدف الثاني، منح الإدارة فرصة لإعادة النظر فيما أصدرته من قرارات، بحيث يكون في إمكانها أن تعدل أو تلغي القرار إذا اقتنعت بصحة التظلم المقدم إليها. أيضا كذلك قبل ما نحن نتوجه للقضاء بشكل مباشر، ندي فرصة للإدارة، ندي فرصة للجهة الإدارية التي أصدرت القرار تراجع اللي هو إصدارها لهذا القرار. هل هو القرار اللي أصدرته قرار كان صحيح سليم أم معيب؟ وكمان بيعطي إلها مجال في موضوع اللي هو تعديل قراراتها إذا ما كان يشوبه أي نوع من أنواع اللي هو العيوب أو الذي ينقض هذا اللي هو القرار. طيب، إيش الهدف الثالث؟ عندنا الهدف الثالث تخفيف العبء عن المحاكم وإتاحة الفرصة لتسوية النزاع الإداري بطريقة ودية، بدل ما كل أخ بده هذا أو كل موظف بده يروح يتظلم مجرد ما يصدر قرار بحقه يتظلم إلى القضاء، فهنا حنكون أمام قضايا كثيرة وكبيرة. فإحنا لما بندي الجهة الإدارية أو المشرع لما نعطى الجهة الإدارية فرصة، هذا بيؤدي إلى تخفيف حجم القضايا اتجاه اللي هي المحاكم. هذه يمكن أهم أهداف يعني يسعى المشرع من خلال إقراره للتظلم الإداري. طيب، بعد هيك شو أنواع التظلم الإداري؟ القاعدة العامة تقول أن التظلم الإداري اختياري أو جوازي لذوي الشأن، أي له أن يتظلم، ركز، للموظف أن يتظلم من القرار الإداري أمام الجهة الإدارية التي أصدرت هذا القرار، أو أن يطعن به مباشرة أمام القضاء دون أن يسبقه تظلم.
يعني هذه القاعدة العامة بتقولنا إنه التظلم اختياري، لا الموظف بإمكانه يروح يتظلم أمام الجهة الإدارية، وأيضا بإمكانه إنه يروح يطعن مباشرة أمام القضاء دون إنه يتظلم أمام اللي هي الجهة الإدارية. المشرع الفلسطيني أخذ في قانون الخدمة المدنية بأسلوب التظلم الاختياري، وأشارت النصوص القانونية للتظلم الإداري بصيغة الجواز، يعني يجوز إنه يتظلم لأمام الجهة الإدارية، وأيضا يجوز له إنه يتجه إلى القضاء بشكل مباشر وليس بصيغة اللي هو الإلزام. يعني ما قالش المشرع الفلسطيني إنه لازم يروح الموظف أول شيء يتظلم أمام اللي هو الجهة الإدارية قبل ما يتجه إلى القضاء، لا، بإمكانه إنه يروح يتجه إلى القضاء ويطعن في القرار بشكل مباشر أمام القضاء دون الحاجة إلى إنه يتظلم أو يسبق تظلم أمام الجهة الإدارية. وهذا ما أكد عليه اللي هو المشرع الفلسطيني، لأنه لا يعتبر التظلم شرطا من شروط اللي هو قبول دعوى الإلغاء. طيب، ثالثا شروط التظلم الإداري، هل يجب أن يتوفر هناك مجموعة من الشروط حتى يقبل التظلم الإداري؟ شيء طبيعي أنه أي شيء، أي أمر قانوني بتطلب أنه عندنا معايير أو شروط حتى يقبل اللي هو هذا التظلم. وهنا يشترط في التظلم الإداري لكي ينتج آثاره أو ينتج آثاره في قطع ميعاد رفع الدعوى الإلغاء توفر عدة شروط. والمقصود بهان يا شباب بقطع ميعاد رفع الدعوى إنه بتقف اللي هي المدة القانونية اللي خلالها ينبغي على الموظف إنه يقدم دعوى لإلغاء القرار. فهان لما مجرد ما يقدم التظلم بتقف، بيتم إيقاف اللي هو هذه المدة، ويستطيع بانتهاء مدة التظلم تبدأ باللي هي العد وتعود للي هو بدء سريان ميعاد اللي هو رفع دعوى الإلغاء. طب إيش هذه الشروط اللي ينبغي توفرها حتى ينتج التظلم الإداري أثاره في قطع ميعاد رفع الدعوى الإلغاء؟ واحد، اللي هو يجب أن يقدم التظلم الإداري بعد صدور القرار الإداري النهائي، يعني القرار الاحتياطي التحضيري أو القرار الغير نهائي ما بينفع إحنا نروح نطعن فيه، أو ما بينفع إحنا نروح نقدم تظلم فيه أمام الجهة الإدارية. أي أن يكون مقدم ضد قرار إداري نهائي صادر فعلا، سواء علم المتظلم بالقرار الإداري بطريق النشر أو الإعلان أو العلم اللي هو اليقيني، المهم يكون المتظلم عنده اللي هو علم فيه. طب إيش الشرط الثاني؟ يجب أن يقدم التظلم من ذوي الشأن، يعني من صاحب المصلحة، إنه يكون له مصلحة من تقديمه لهذا اللي هو التظلم. أما أنا مش صاحب مصلحة وما صدر قرار في هذا، شو لا إيش أقدم تظلم؟ تمام؟ فبالتالي يجب إنه يكون التظلم مقدم من شخص أو موظف صاحب شأن، وبتتوفر له مصلحة في إلغاء القرار الإداري، وأيضا كذلك أو يقدم من خلال نائب قانوني في حالات القصور أو نقص الأهلية أو ما شابه ذلك. الشرط الثالث، يجب أن يقدم التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار. التظلم الإداري اللي صدرت عنها القرار إلها بده يتقدم التظلم الإداري، لأنه هي صاحبة القرار وهي اللي يمكن إنها تعيد اللي هي النظر في القرار وتعمل على تعديله أو إلغائه إذا اقتنعت بالتظلم المقدم لإلها. الشرط الرابع، يجب أن يقدم التظلم الإداري في الميعاد القانوني، يعني إذا انتهى الميعاد القانوني لتقديم التظلم ما بحق إنه لا يقبل اللي هو التظلم لرفع دعوى اللي هو إيش الإلغاء، أي خلال 60 يوم من تاريخ نشر القرار، خلال 60 يوم من تاريخ نشر القرار وإعلان أو إعلام اللي هو صاحب الشأن به.
سواء زي ما قلنا بالعلم اليقيني أو النشر أو الإعلان، المهم يكون اللي هو من تاريخ نشر اللي هو القرار، وعلم صاحب الشأن بهذا القرار بده يكون اللي هو 60 يوم. بعد 60 يوم فيش مجال اللي هو للتظلم الإداري. طيب، في عنا اللي هو الشرط الخامس، يجب أن يكون التظلم الإداري واضحاً في تحديده للقرار الإداري المتظلم منه. بده يقول إنه أنا والله متظلم من القرار الصادر بحقي مثلاً بإيقاف اللي هو بإيقاف العلاوة الدورية. طب ليش مثلاً إيقاف العلاوة الدورية؟ فبالتالي بده يكون محدد القرار اللي أنت متظلم اللي هو منه، ومحدد مضمونه وفحواه وإيش اللي بتضمن اللي هو هذا القرار اللي أنت مش عاجبك واللي أنت بدك تتظلم اللي هو منه. طيب، الشرط السادس، يجب أن يكون التظلم الإداري مجدياً. مش أنا بدي بس مجرد أتظلم، أكون مقتنع إنه هذا التظلم ممكن أن يحقق في فائدة من خلال اللي هو تقديمي لإله، وإنه ممكن إنه ينتج اللي هو آثار. أما إذا كان القرار اللي هو الصادر والتظلم فيه غير مجدي ولا يمكن أن ينتج أي آثار قانونية، فبالتالي أنا بفضل إنه ألا يتم توجيه اللي هو التظلم. أيضا بعد ما انتهينا من الشروط بدنا نيجي نتطرق إلى الأحكام العامة للتظلم الإداري من قرار تقييم اللي هو الأداء. وفقا للي هو قانون الخدمة المدنية، نصت اللي هي المادة 36 من هذا القانون على أنه إيش الإجراءات أو إيش الأحكام العامة عشان نتظلم وفقا لقانون اللي هو الخدمة المدنية. أول شغلة بدك تعلم الدائرة المختصة الموظف الذي يعمل لديها بصورة عن تقرير الكفاية. يعني لما بخلص تقرير الكفاية أو تقييم الأداء بده تقوم الدائرة اللي بيشتغل فيها الموظف بإعلام اللي هو الموظف بنسخة عن التقرير، تمام؟ بمجرد زي ما قلنا المحاضرة اللي فاتت اعتماده من اللي هو الجهة المختصة أو من رئيس الدائرة أو بين قوسين اللي هو الوزير. طيب، إيش اللي الأمر الثاني؟ الأمر الثاني إنه على الموظف أن يتظلم للوزير المختص من اللي هو للوزير المختص خلال 20 يوم من تاريخ علمه به. خلال 20 يوم، هديك قلنا تكلمنا على إنه معاد رفع دعوى للغاء 60 يوم، هنا أنت خلال 20 يوم بدك تتظلم بتتظلم، ما بدك تتظلم وانتهى 20 يوم ما بحق لك إنك اللي هو تروح في اتجاه اللي هو التظلم الإداري. رقم 3 أو الحكم الثالث، تشكل لجنة التظلمات تنشأ لغرض اللي هو الاطلاع على التظلمات المقدمة من قبل اللي هو الموظفين، وينبغي على اللجنة أن تصدر اللي هي قرارها بخصوص اللي هو التظلم خلال مدة اللي هي أقصاها 60 يوم من تاريخ تقديم التظلم للي هو الوزير، ويكون قرار هذه اللجنة اللي هو إيش نهائيا. ممكن دير بالكم تصدر اللجنة قرار أول مثلا قبل ما يجي 60 يوم، وممكن ما تصدرش قرار وتنتهي المدة وبمجرد انتهاء المدة يعتبر ضمنا أنه مرفوض اللي هو التظلم الإداري ويبدأ اللي هو ميعاد دعوة الإلغاء باللي هو السريان. طيب، إيش الحكم الرابع؟ لا يعتبر تقرير كفاية الإداء نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه. يعني إذا أنا قدمت تظلم على خلال مدة 20 يوم من تاريخ علمي لا بالقرار، ما بيعتبرش اللي هو القرار التقرير الأداء نهائي إلا بانتهاء مدة اللي هو التظلم أو إذا صدر اللي هو حكم من قبل اللجنة بهذا الخصوص.
طيب المشرع الفلسطيني عندنا حدد أحكام التظلم، يمكن هي نفس اللي توا حكيناها لكن بصورة متسلسلة يعني أفضل، وهذه الأحكام بتتلخص في إنه المشرع كفل لجميع الموظفين حق التظلم من قرارات تقييم الأداء. أيضا اثنين، المشرع الفلسطيني حدد معاد للتظلم وقال خلال 20 يوم تبدأ من تاريخ اللي هو إعلانه بصورة عن التقرير. أيضا كذلك اللي هو المشرع الفلسطيني أكد على إنه التظلم يقدم إلى رئيس الدائرة اللي هو بين قوسين معروف عنا الوزير اللي بيعمل فيها الموظف. يعني مثلا أنا بعمل في وزارة الصحة بقدمه لوزير الصحة، أنا بعمل في وزارة التربية والتعليم بتقدم التظلم لوزير التربية والتعليم وهكذا. أيضا اللي هو تشكيل لجنة التظلمات زي ما تو حكينا، هدفها إنها تطلع على التظلمات وإنها تبت في التظلمات خلال 60 يوم من تاريخ تقديم اللي هو طلب التظلم للي هو الوزير. بعد هيك اللي هو بالنسبة لأحكام التظلم من قرار تقييم الأداء وفق قانون السلطة القضائية، احنا تو تكلمنا عن قانون الخدمة اللي هو ايش المدنية، وقلنا قانون الخدمة المدنية معاد اللي هو التظلم رفع التظلم معك 20 يوم، 20 يوم من تاريخ علمك بالقرار، تمام. الآن بالنسبة للسلطة القضائية، السلطة القضائية أجازت اللي هو التظلم من التقدير لكن خلال 15 يوم من تاريخ اختارك وعلمك باللي هو ايش بقرار او التقرير، تمام. فبذلك انت خلال 15 يوم مطلوب منك انك تتظلم. بالنسبة لأعضاء النيابة العامة، أيضا أعضاء النيابة العامة خلال 15 يوم بإمكانك أنك تقدم تظلم إلى النائب العام عن القرار اللي هو الصادر بحقك من قبل اللي هو لجنة دائرة التفتيش القضائي التابعة للنيابة العامة. الآن نيجي للنقطة الأخيرة في موضوع اللي هو تقييم أداء الموظف العام، اللي هي إيش الآثار المترتبة على تقييم الأداء. اليوم أنا صدر قرار أو تقرير عن اللي هو أداء موظف معين، هل هذا بترتب عليه آثار؟ نعم، هناك العديد من الآثار، في منها آثار إيجابية وفي منها آثار سلبية، تمام. لكن قبل ما نتناول هدول الآثار الإيجابية والآثار اللي هي السلبية، تعالوا بنا نتعرف على آثار اللي هو تقييم الأداء خلال فترة التجربة. تعرفين أي موظف جديد لازم يخضع لفترة تجربة وبتم تقييمه خلال هذه الفترة، إذا كان حصل على تقدير اللي هو جيد فما فوق يستطيع أنه يتم تثبيت اللي هو الموظف العام. أما إذا هذا، تعالوا نشوف إيش الآثار اللي بترتب عليه، إيش الأحكام والضوابط المتعلقة بالتقييم اللي هي الموظف خلال فترة التجربة. أول هذه الأحكام، يجب على وحدة شؤون الموظفين بالدائرة الحكومية المعين بها الموظف اللي هو إعداد سجل لقيد الموظفين المعينين في الوظائف الشاغرة، تبين في هذه السجلات بدها تبين بداية عملهم ونهاية فترة اللي هي بداية ونهاية فترة اللي هي التجربة، يعني من أول ما يبدأ عمل ويخضع لفترة اللي هي إيش التجربة. وزي ما انتم عارفين قلنا ما عدا اللي هي الفئة الأولى. أيضا كذلك اللي هو من الأحكام، يجب على الرئيس المباشر للموظف إعداد تقارير شهرية على النماذج المخصصة لذلك عن الموظف أثناء فترة التجربة ويقدمه إلى رئيس اللي هو الدائرة الحكومية المختصة. طب إيش الأمر الثالث؟ على الرئيس المباشر للموظف وقبل نهاية فترة التجربة بشهر واحد، تمام، الرئيس المباشر للموظف وقبل ما ينتهي فترة التجربة بشهر واحد أن يضع تقريرا، يعني يعد تقريرا نهائيا على ضوء التقارير السابق، تقرير مجمل عن التقارير الشهرية اللي هي بعدها وبقدمها إلى رئيس الدائرة
التي يعمل بها. أيضا كذلك اللي هو يقاس أداء الموظف أثناء فترة التجربة على أساس المعايير والضوابط اللي هي التالية، حكيناها قبل هيك: كفاءة الموظف، سلوكه الشخصي، إنجازاته لواجباته الوظيفية، مواظبته على العمل وصفاته الذاتية وكيفية قيامه بالعمل وإنتاجه فيه. وكل ذلك بترتب عنا هانا الأثر، ركزوا إيش الأثر، يترتب على اجتياز الموظف العام لفترة التجربة بنجاح اللي هو وجوب صدور قرار من الدائرة أو رئيس الدائرة الحكومية بتثبيت الموظف اللي هو الموظف الذي كان يخضع لي اللي هي التجربة، وإنه يبلغ الجهات المختصة بهذا اللي هو التثبيت. طيب هذا في حال اجتيازه. طب في حال عدم اجتيازه ما نجحش، التقارير كانت ضعيفة، إيش في هذه الحالة؟ في هذه الحالة في حال اللي هو عدم اجتيازه لفترة التجربة بنجاح، بتقوم الدائرة الحكومية التابع إلها الموظف بتبليغ ديوان الموظفين بذلك من خلال كتاب خطي بوجهه لديوان الموظفين، وبنبه انه هذا الموظف لم ينجح ولم يجتاز فترة اللي هي التجربة، على ان يتم التبليغ خلال النصف الاول من الشهر الاخير، يعني قبل اللي هو ب 15 يوم من اللي هو انتهاء فترة التجربة، او اول 15 يوم من اللي هو الشهر الاخير لفترة اللي هي التجربة، يعني باختصار قبل اسبوعين من اللي هو انتهاء فترة التجربة، وبذلك بتم اللي هو تبليغ ديوان الموظفين ووزارة المالية بذلك. لكن هنا بدنا ننتبه لشغلة يا شباب، انه ما بنفعش ولا يجوز اصدار قرار بإنهاء خدمات الموظفين أثناء فترة التجربة إلا إذا أمضى فترة التجربة وتبين عدم اجتيازه بنجاح لهذه الفترة. يعني أنت مثلا تيجي بدك تنهي خدماته وهو لا يعني ما صدرش لسه قرار أنه نجح أو ما عدم نجح، إلا في حالة واحدة يجوز لك تنهي عمله، إذا ارتكب مخالفة تتضمن عقوبة اللي هو إنهاء الخدمة. في حال ارتكب مخالفة تضمنت عقوبة إنهاء الخدمة، هنا بإمكانه أنه يتم استغناء عنه خلال اللي هي فترة التجربة. طيب تعالوا نتعرف بشكل سريع، يمكن هذه أغلبها أخذناها وحكينا فيها، اللي هي إيش الأثار الإيجابية لتقرير تقييم الأداء. في عندنا أول أثار الترقية. من الأثار الإيجابية للي بيجتاز اللي هو التقييم بنجاح الترقية. والمشرع الفلسطيني هان عندنا اشترط في الدرجات داخل الفئة الأولى حصول الموظف على تقدير جيد جدا خلال أو طيلة فترة اللي هي سنوات الخدمة في الدرجة التي يخدم بها، تمام؟ فالدرجة الأولى ماشي، خلال إنه خلاله بدك اللي هو تكون خلال طيل السنوات هذه أنت دائما تحصل على تقرير سنوي بالكفاءة والكفاية بمعدل اللي هو جيد جدا، هذا وفقا لقانون اللي هو الخدمة المدنية. طيب بالنسبة لباقي اللي هو الفئات، يعني اشترط انه يحصل على متوسط تقدير جيد فما فوق لآخر ثلاث سنوات، آخر ثلاث سنوات في خدمتك في نفس الدرجة عشان تترقى بده يشترط انك يكون اللي هو تقريرك حاصل عليه متوسط جيد، يعني ممكن جيد، ممكن جيد جدا، ممكن امتياز، هذول خلال اللي هو الثلاث سنوات اللي هو الأخيرة، واللي على أساسها أنت بعدها بتستطيع أنك اللي هو تتقدم وتترقى في درجة أعلى من الدرجة اللي أنت بتعمل فيها. طيب بالنسبة لترقية القضاء، أيضا ترقية القضاء وفقا للمادة 33 من قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 4 لسنة 2006 واللي بيّنت لنا لائحة التفتيش القضائي، إنه يراعى أحكام اللي هو المادة 35 من نفس اللائحة، يكون للقاضي أو يكون القاضي أهلا للترشح للترقية إذا حصلها ركزه على تقدير جيد فأعلى. يعني القاضي اللي بيحصل على تقدير جيد فأعلى
بإمكانه إنه يتم ترقيته إلى درجة اللي هو أعلى. ممكن يكون أنا في قاضي محكمة صلح وحصلت على تقدير جيد فأعلى، فبقى أنا بأترقى إلى مثلا قاضي عضو بداية مثلا، تمام؟ وهكذا. أيضا كذلك اللي هو النيابة العامة يراعى في اللي هو الترقية اللي هي الأقدمية، مع ضرورة مراعاة اللي هي الكفاءة واللي هي الكفاية واجتيازه للتقارير بنجاح وتميز. طيب، من الآثار الإيجابية أيضا غير التقييم، في عندنا منح العلاوة التشجيعية اللي بيحصل، وحكينا قبل هيك وقلنا هذه من ضمن العلاوات اللي بيتمتع بها الموظف، وقلنا إنه الموظف يستطيع إنه يحصل على علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية إذا حصل على تقرير كفاية الأداء بمرتبة ممتاز عن العامين اللي هو الآخرين، آخر عامين حصل فيهم على معدل ممتاز. هنا بإمكانه يأخذ اللي هي علاوة تسمى علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية، بس شرط هان إنه ما يتجاوزش الناس اللي بتاخد أو الموظفين اللي بيحصلوا على هذه العلاوة 20% من عدد الموظفين العاملين. وقلنا قبل هيك إنه لو كانوا مثلا عندنا 5 موظفين بياخد منهم موظف اللي هو واحد، وهذه العلاوة ما بتتكررش إلا بعد انقضاء سنتين، إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ منحه لإلها. الأمر الثالث اللي هو عندنا شهادة التقدير، وهذه تمنح شهادة التقدير وفقا لقانون الخدمة المدنية الفلسطينية لكل من يحصل على مرتبة ممتاز، توضح فيها من قبل اللي هو الجهة الحكومية التابعة لها، وممكن أن يتم وضع اسمه ضمن لوحة مخصصة لذلك. رابع أثر إيجابي اللي هو إيش؟ محو العقوبة التأديبية. معقول التقرير الكفاية إذا حصل الإنسان على تقدير ممتاز أو هذا بتمحو هذا؟ بالفعل تمحو، وهي وفقا للحالات التالية: 6 أشهر إذا حصل خلال اللي هي 6 أشهر في حالة اللي هو التنبيه أو اللوم أو الإنذار أو الخصم من الراتب مدة لا تتجاوز 5 أيام، تمام؟ 1 سنة في حال الخصم من الأجر مدة تزيد عن 5 أيام أو تأجيل العلاوة أو تأجيل العلاوة أو الحرمان منها. أيضا 2 سنين بالنسبة إلى العقوبات الأخرى فيما عدا عقوبتي الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار اللي هو هانا تأديبي. هيك يعني بنكون هذا يمكن الأمر الرابع أو الأثر الإيجابي الرابع لمحو اللي هو العقوبات التأديبية. طيب بعد هيك نروح للي هو الآثار السلبية لتقرير تقييم الأداء. تكلمنا طبعا عن الآثار الإيجابية وقلنا في أن من الآثار الإيجابية الترقية وأيضا محو العقوبة وأيضا اللي هو العلاوة التشجيعية. كذلك الآن في أن آثار سلبية بترتب على اللي هو هذا آثار اللي هي سلبية. أول هذه الآثار السلبية إنه تنبيه أو لفت نظر للموظف العام اللي بياخد مثلا تقرير بدرجة متوسط، ماشي، بيتم توجيه له اللي هو تنبيه أو لفت نظر حتى ينتبه ويحسن من أدائه في المرات اللي هي القادمة. أيضا عندنا إنذار الموظف العام عندما يرد اللي هو بدرجة ضعيف، بده يتم توجيه إنذار للموظف العام إنه أنت حياتك الوظيفية مهددة بالخطر، إذا ما حصلت مثلا على تقرير رقم 3 ممكن تؤدي إلى فصلك من الخدمة، فأنت عليك إنك إيش ترتب أمورك وتنتبه وتحاول إنك ترفع من مستواك ومن أدائك في الوظيفة. أيضا حرمان الموظف من العلاوة الدورية، ممكن يتم إيقاف العلاوة الدورية نتيجة لحصولك على تقدير متوسط أو تقدير ضعيف، فبالتالي أنت ممكن تحصل في هذه اللي هي على إيقاف اللي هو العلاوة الدورية المقررة لجميع الموظفين. أيضا إحالة الموظف إلى لجنة مختصة، هنا بيتم إحالة الموظف للجنة مختصة عندما يصدر تقريرين سنويين متتاليين بدرجة ضعيف،
يعني 2021 تقريري ضعيف، 2022 تقريري ضعيف، في هذه الحالة بتم إحالته للجنة مختصة. اللجنة المختصة بإمكانها توقع إحدى العقوبات التالية: وقف العلاوة الدورية، تنزيل الدرجة، تنزيل الوظيفة، وهكذا. الأمر الأخير اللي هو الفصل من الخدمة المدنية. أنت أخذت عندك اللي هو تقريرين بشكل متتالي ضعيف، والتقرير الثالث أجا كذلك ضعيف، فهنا اللجنة المختصة بتنظر في فصل اللي هو الموظف من الخدمة المدنية. هيك بنكون أنهينا اللي هو درس تقييم أداء الموظف العام. إن شاء الله المحاضرة الجاية نتكلم عن اللي هي الجريمة التأديبية وضمانات اللي هو تأديب الموظفين العموميين، وبعدها بتم عنا اللي هي محاضرة واحدة، أو بتم عنا موضوع واحد اللي هو إنهاء العلاقة الوظيفية. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، بارك الله فيكم، وإن شاء الله نلتقي في محاضرة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.